ايوه يا بوي. هلو حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين، اليوم معنا سكين جديد شباب. سكين هذا عن جد يعني فيو اكيد دخلت على المقطع عشان اشوف الميزات اللي فيه شباب. عن جد شات اول ميزه شباب، ركزوا معي كيف، ركزوا معي شباب عشان ما نطول عليكم اكثر من هيك حبايبي. ركزوا معي شباب، يعني فيو يعني تحس هو يعني بسموه يعني 2D، يعني رسومات الدين، يعني خلينا نقول ثنائي لبعض، يعني فهمت علي كيف؟ فهمت علي كيف؟ فهمت علي؟ اوكي شباب ركزوا معي شباب، شو انا صايم بس، ولكن يعني رمضانكم كريم، رمضانكم مبارك. بس شباب مثل ما وعدتكم كل يوم لازم ننزل لكم مقطع شباب، ما بيصير شباب لازم كل يوم ننزل لكم مقطع. anyway شباب ركزوا معي هذا السكين شباب، راح افرجيكم الميزات شباب موجوده بهذا السكين. اوكي رح نعمل هيك شوي، اوكي ركز معي شباب معلم، رسومات دينو. اوكي ركزوا على الزاويه تحت، طولوا بالكم. اوكي الرسومات دينو معلم، احيانا يتوقف الاشخاص لالتقاط صور. اطلق ترى ركزوا معي كيف، يطلق التاثير الخاص عند الجري او القفز بشكل مستمر او بعد القضاء على العدو وخوذه اوكي يعني شو معلم، يعني شو ركزوا معي كيف، يعني شو يعني لما بيجري فيو افكت، لما بيقتل فيو افكت، لما بينط فيو افكت، فيو افكت افكت بكل اماكن معلم. حبيبي والله. اوكي شباب لا شباب والله عندنا شويه مشكله شباب، انا الان بغير سيرفر والشحن يعني بالسيرفر تاني شباب كتير صعب. لايك شباب خلينا ندخل على الحصول، ندخل نشوف الحدث حبايبي كرام. طبعا شباب راح ينزل اكيد هذا السكين يعني قريبا بالسيرفر من هنا. بتعرف شباب بعض السيرفرات بينزلوه مره بعد سفر بنزلوا مثلا قبلنا بعدنا، المهم شباب anyway ركزوا معي كيف حبايبي، هذا هو الحدث تمام. للاسف جديد معي 332 جوهره بس، ولكن حبيبي والله معلم نجي لهون. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين هون راح افرجيكم راح اكون بالوسط. عندنا هون شباب شايفين عندنا هون لما يقتل لما يجي لما يقفز فيه اكثر من افكت، عندنا هون سبين و 9 جوهر. لا هو في تخفيض معلم، لا في تخفيض هون، ايه في تخفيض، في تخفيض هون معلم. اول ضربه معلم في تخفيض، جرب حزنا اول ضربه هات لشوف شوف ايوه اوه بيضه ايه حبيبي والله. اوكي خمس سبين معلم 45 جوهره لوز، هات لنشوف شو راح يطلع لنا معلم. اولي يا سلام شو هذا معلم، اعطانا هذا السكين وما سكين. طولوا بالكم خلينا نشوف هذا حدا شو فيه جوائز. كيف قلنا نشوف شباب انا ترى حبيبي والله. اوكي اه حصلنا على هي الشغله يعني اوكي اه هي اوه طولوا بالكم خلينا نعمل سبين 10 شوف. طب هون شباب راح ناخذ اكيد شيء هي ديزي دينو لوت بوكس، اه اللوت بوكس معلم. والله هذا اللوت بوكس شباب طولوا بالك. اوه في هون طابه معلم يا سلام، هون في طنجره معلم، حتى يعني الطنجره شباب شيء باللوز. هات نشوف يا اخي بليز معلم بليز اوكي هيك جبنا معلم. اوكي يعني شوفوا شباب فيو افكت الحدث هذا، طول بالكم خذوا خمس سبين شو يطلع لنا السكين معلم. ايوه جميل ما طلع لنا سكين شباب، يا الله سوا شباب نحاول نشحن جواهر. قول لي شباب بعد عناء طويل شباب حاولت اشحن الجواهر حبايبنا. طبعا حسيت على هاي الطاوه هاي اوكي راح افرجيكم اياها من بعد شباب. طبعا هون في معلم سكين كمان قريب راح ينزل كمان مثل ما انتم شايفين، هون سكين البطل العظيم معلم بفرجيكم اياه. اوه ركز هذا القناع شباب، بعد شوي بفرجيكم اياه شباب القناع. اوه حصلنا على الشخصيه تمام هنا مشحنا شباب، اعطونا هدول التوب اب حلو كثير حلو شباب. اوكي حاولنا حقدرنا نسحب نشحن 635 شباب جوهره، هات شوف حظنا معلم ان شاء الله بالله يطلع لنا الدينو بليز دينو. اوه ديم يا اخي بليز معلم شوف شايف ركز معي 2D يعني جواب يعني ثنائي لبعض في ثلاث لبعض في اني واي معلم لا ترجعوا راسكم هالشيء. انا نكمل اوه يا اخي حابب اشوف السكنات. اوكي ار برايز برول ركزوا لهون معلم شوفوا عندهم هون معلم. اوه عندهم سكنات حلوه معلم هون. اه شعر ما شعر اه بس تبعت اسلحه وما اسلحه اني واي معلم نضرب شوف حظنا. يلا بليز دينو ايوه بيض 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 يا اخي اعطوني دينو يا اخي اعطوني دينو يا اخي تخلوني اتكلم كثير ترى الدنيا رمضان حبيبي والله. اوكي نعمل 1 سبين نجرب يلا بلو ايه بلا ما بلوز يلا بلو يا اوه ركزوا شو اعطوني شحاطه شباب شو شحاطه ركزوا شوفوا لي يا معلم فيتنام اوه هذول معلم يعني الفيتنامي الشحاطه تبعيته معلم بالفيتنام حلو. اوكي يلا نجرب مره ثانيه شباب شوف حظنا نشوف كيف الوضع. يا سلام بيطلع لي اكثر من هذا السكين يا اخي ما بدي السكين اعطوني السكين معلم. كم سبين دينو روح هات لي شوف يلا ما بدي يطلع معلم ما بدي يطلع لنا السكين معلم يا اخي السكين معلم سكين. اوكي معلم لازم اشحن كمان جواهر ليتس جو. اوكي هي 200 جوهر شباب جرب حظنا معلم ان شاء الله يمشي الحال. اوكي نضرب خمس سبين ايوه بده يطلع يا شباب ما بده يطلع يا زلمه يلا ولو كمان معنا ايوه ما بده يطلع السكين شباب خلاص معلم ما بده يطلع السكين يا اخي حبوك يا اخي اعطيني السكين يا زلمه شوي هيك يا زلمه
ايوا الشباب بس حبيت كمان نفس الوقت شباب افرجيكم هذا السكين حبيبي هذا فرج معي كيف ركز 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 شوفوا لي يا شباب هذا الشكل هذا عليه بشكل يا اخي شو حبيبي والله هذا الجسم شباب فرجيتكم اياه من شوي اوكي بس لما افرجيكم الطاوة معلم افرجيكم الطاوة معلم وين الطاوة وين بتكون الطاوة معلم وين بتكون الطاوة معلم ضروري افرجيكم الطنجرة على السريع شباب بعد رجع رح نشوف الحدث اوكي هي اعطونا هي شباب حلو باللوز وين الطاوة معلم هاي هي طاوة هاي ركزوا على الطاوة شباب ما احلى عن جد اشي باللوز يتم تشغيل تأثير خاص عندما تصدم بالعدو لما تضرب شي واحد عليه يعني في افكت بيطلع له افكت حلو مرتب اوكي خلينا نرجع على السكين شباب هذاك اوكي بسم الله يلا هات لنشوف حظنا معلم يلا الدينو يا زلمة عطيني الدينو يا زلمة انا شفت لي ريق يا زلمة يلا ولو ما لازم اتكلم كثير معلم ترى يا صيام يا اخي يلا يا زلمة ما بده يطلع معلم خلاص ما بده يطلع يا شباب خلاص الحظ بيض شباب خلاص معلم ما بده يطلع السكين شباب ما عرفت ايش معلقه معنا معلم يا ربي راحوا الجوال معلم يلا يا زلمه اوكي نضرب كمان نعمل سبين لنشوف الوضع كيف راح يكون يا زلمه ليش هيك معلم الحظ بيض معنا يا اخي ليش هيك اليوم الحظ بيض يا اخي بليز التينو معلم بدنا نجرب التينو يا اخي شو بيعطيني يا اخي انا بدي الدينو يا زلمه اعطيني الدين خلاص معلم خلاص ظاهر معلم حظنا بيض اليوم حظنا بيض للاسف شديد يمكن لا يعني لازم نجرب السكين شاب ضروري نجرب لكم السكين معلم ما بيصير لا ليش هيك معلم شوف بعطيني يا اخي ما في ما اعطوني سكين معلم هي دخلنا على الجو هذا معلم ما في سكين معلم خلاص ما في سكين طول بالك نجرب نشحن مره ثانيه اوكي يلا خلينا نقول بسم الله تمام ما بده يطلع يا اخي هذا حالف يمين ما بده يطلع معلم حالف يمين هذا شكله ما بده يطلع ولا شلون لا شاف في مشكله بالوضع معلم ترى هيك ما يمشي الحال معلم ترى انا بحساب معلم حساب بوت يا زلمه حساب معلم ما هو مشعون فيه اي شيء فرج مع شباب كله ابيض ابيض معلم ما يمشي الحال هيك معلم طول بالك ابو سيدك معلم بعد وين تويك معلم طول بالك وين نرجع ندخل الحدث لنشوف يا اخي مو طبيعي معلم لا بشكل خلص معلم لا ما خلص ما عاد بيطلع شباب ما بده يطلع خلص ما عاد بده يطلع معلم خلص معلم ما عاد بده يطلع اوكي شباب هات لنشوف يلا هات بسم الله ان شاء الله يطلع لنا معلم هالمره يلا يا زلمه يا اخي ليش هيك عم بتنشف لنا ريقنا ليش هيك عم بتنشفنا بالريق طب لا يا زلمه خلص شباب يا اخي ما عاد بده يطلع يا زلمه شو هاد لا اول مره بيصير معي معلم شو هاد يا اخي كم صاروا لا حول ولا قوه الا بالله اوكي خلينا نجرب مره ثانيه حبينا نشوف شباب نشوف الوضع الاخير معلم شوفوا الحظ يا شباب انا صراحه يعني يا اخي خلي البيضه معلم تفتح لحالها روح ما في خلاص ما بده يطلع معلم بشكله معلم خلاص حالف يمين هذا الدينو معلم ما يطلع يا اخي مليت من ابو الشحاطه يا زلمه تقول من ابو الشحاطه معلم ما بدنا الشحاطه يا اخي يا زلمه بعدين معلم نسيت شغله معلم في يونت شحن تراكمي يا زلمه تعالوا هون يا زلمه تعالوا خلينا نضل شحن تراكمي شوي هيك على السريع معلم ونرجع شوف خلاص معلم انا بلشت اعصب معلم من هذا الحدث خلاص هيك ما يمشي الحال يا اخي كم صار شرحنا معلم؟ 3000 جوار ولا شلون معلم؟ اني يا زلمه يلا بربك ولو هبلا واو واخيرا يا اخي واخيرا هات لنشوف الدنيا يلا معلش معلم 1100 جوله معلم تركوا بالحساب ما في مشكله معلم اني واي معلم طولوا بالكم شباب طولوا بالكم معلم وينكم تخلي على الشخصيه الخاصه لنشوف معلم ايش بدل السكين صراحه شباب هذا السكين يعني 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 انا صراحه اقول لكم الصراحه معلم هذا السكين كنت راح اوقف التصوير اوقف كل شيء والغي كل شيء بس انا قلت لكم شباب لازم انزل كل يوم مقطع يعني ضروري خلاص شباب افتح الحزمه لنشوف تعال هون لنشوف تعال يا ول طول لك شباب طبعا طول حط لكم شخصيه البنت معلم عشان حط لكم شخصيه البنت يعني عشان تشوفوا بنفس الوقت يعني فهمتوا علي طبعا شباب نقدر نخفي الحقيبه الظاهره المخفيه حلو راح نخفيها معلم راح نخفيها مبدئيا راح ندخل الشباب كيم طول راح نخفي الحقيبه معلم مبدئيا تبين اوكي وندخل نشوف شباب يطلق ده السيناريو الخاص عند الجري والقفز وبشكل استمراري وبعد القطار معلم في كثير اشياء طول شوي كمان يا جماعه خلينا نفتح هاي معلم
ونفتح الجولد معلم، الجولد باللوز معلم، نفتح نحط ضيفة الشخصية معلم، نسجل الشخصيات نشوفوا شو يعني الشخصية معلم. قولي في شخصية، قولي تهدئة، حلو حلو، عشان نظن نفتح الشخصيات معلم ولا لا. لا معلم خلاص خليها معلم، ما بدنا يخي، خلي على حاله. اوكي يا سلام، خلينا ندخل شباب نشوف الوضع. اوكي وين بدنا ندخل؟ خلينا ندخل معلم جيم رانكت معلم، ما بقدر ادخل يا اخي. جيم كلاسيك معلم، روح جيم كلاسيك معلم سولو سكواد لشوف شو راح يصير معلم. او لا يا اخي لا، ندخل تدريب يا اخي، ندخل تدريب معلم، خلينا ندخل تدريب. طول بالكم حابب اشوف شغله معلم. اوكي لا طول بالكم، ندخل تدريب يا اخي. انا والشباب التدريب معلم، الجيم باقي نطول معلم، خلينا ندخل على التدريب شباب، نشوفه شوي شوي هيك على رباط. خلينا راح يدخلونا بالتدريب ولا لا؟ يلا يا مان، يلا برو، دخلنا تدريب يا مان، ليتس جو. قول لي شباب اعطونا رقم، شباب رقم، نخلي الكاميرا هيك اللي نخفي اللي ورانا هيك ولا كيف يعني، نحط نشوف رقم وراكم بالتعليقات نشوف. اوكي هذا اول سكين شباب، ابيض اللون، يا سلام عليك فرق. اوكي شوف لازم اوكي 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 معلم، شوف شايفين معلم من ورا، شوف 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 شكله. ما في رقصات معلم. هات نجي لهون، نجي لهون نشتري، طول بالكم نشتري شي سكين، شي سلاح، سلاح يكون مرتب معلم. تعالوا ناخذ السلاح، ناخذنا شي يو ام بي. يمكن معقول ما يصير بالتدريبات، بالتدريب مثلا ناخذ يو ام بي. شوف الافكت معلم شلون، سلام عليك. تيو تيو تيو، خلينا نشوف معلم. وين تعالوا. شفتوا الافكت شباب كيف صاير؟ شايف الافكت كيف صاير؟ لازم نجري، ونحن بنجري ما بصير هيك، لازم تجري تعمل هيك. شوفوا طول هيك لحالها هابط، لحالها بتطلع لحالها. شوف السلاح هذا، انا ما بقدر اطور على الافكت معلم. طلع شيء ورا، ول شوف شو طلع من ورا معلم. شباب انا ابلع، قول لي طب انا شو بطلع. طول هيك شباب، طول هيك بطلع. هاي الحركه معلم، اوه بطلع الافكت من هنا، قتلنا واحد حلو. طب لك دايم ما عرفت بطلع له شباب، انا بلاحظ طبعا ناخذ الطاوله نمشي معلم، لازم يطلع هي شغله من ورا هيك مثل بخارات شو يا اخي، اقصد مثل ها طاوله. يا سلام هذا نزل بربر فيني يا زلمه، يخرب بيت واحد دب. طب لك طبعا انا بسيفه معلم، اللاج عندي كثير يعني، كثير علي. قول لي طب شوف الافكت على الطاوله معلم، شوف لي الافكت على الطاوله معلم. لا بربخه نجرب الطاوله يا زلمه، تعال انا بعرف راح اجرب الطاوله، انا بعرف راح نجرب الطاوله معنا ترى البلا. اقسم بالله مو طبيعي يا شباب، شوف لي الافكت معلم، اقسم بالله مو طبيعي يا شباب، السكيل والطاوة مو طبيعي مو طبيعي، اقسم بالله يا شباب. اوكي يا حبايبي الكرام، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك، جربنا الاشياء كلها معلم مثل ما شفتوا، صراحة يعني سكين الصراحة انا يعني 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 يعني, يعني. شفت معلم شيء مميز بدل السكين، وبتعرف لما يكون في اشياء مميزة بيك سكين يعني ما بقدر شباب، لازم نجيبها ونجرب لكم اياها ونفرجيكم اياها. طبعا شوف هذا السكين راح ينزل اكيد الايام اللي جاي، تمام حبايبنا الكرام. الله يسعد ايامكم شباب، لا تنسون باللايكات والشيرات والبرتجات، وفعل الدرج الجرس، فعل الدرج الجرس حبايبنا الكرام، هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم. بتمنى لكم رمضانكم مبارك ويومكم سعيد وصحة فطوركم حبيبي، والله بشوفكم تشاو.